تمام، والعاشرة موجز لأهم الأخبار. بداية، احتضنت أوبرا الجزائر بوعلان بالسايح أمس فعاليات إحياء الذكرى الأولى لليوم الوطني للكشافة بحضور مستشاري رئيس الجمهورية إلى جانب القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية الذي أشاد بقرار رئيس الجمهورية إقرار 27 من شهر مايو يوما وطنيا للكشافة الإسلامية. الحفل كان فضاء لعرض لوحات واستعراضات فنية تنبض بالوطن وروح التلاحم عبر كل الأجيال، كما تخللته تكريمات لعمداء من الحركة الكشفية ولأحسن بحوث تاريخية وأحسن الأعمال السمعية البصرية. وبخصوص تشريعيات 12 جوان المقبل، تدخل الحملة الانتخابية يومها 9، إذ يسعى المشاركون من خلال تنظيم تجمعات شعبية ولقاءات جوارية مكثفة لاستمالة الناخبين وتحسيسهم بأهمية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي الهام. وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات، فيما تمثل للشفاء 179 مريضا خلال 24 ساعة الماضية حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. دوليا، أكد المبعوث الأممي للشرق الأوسط أن الحل السياسي والمفاوضات هي الخيار الوحيد لحل الصراع وإنهاء الاحتلال وجعل حل الدولتين قابلا للتنفيذ. بالموازاة مع ذلك، أطلقت خطة أممية طارئة بقيمة 95 مليون دولار لدعم المتضررين من التصعيد الأخير في غزة والضفة الغربية، فيما صوت مجلس حقوق الإنسان على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي الجائر على الفلسطينيين وكافة الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي ليبيا، جددت الأمم المتحدة أمس التأكيد على مواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا وصولا لإجراء الاستحقاق الانتخابي. وأكد يانكوبيتش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في ختام الجلسة الافتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أكد أنه سيتم عقد اجتماعات مباشرة للملتقى خلال 3 أسابيع لكي يواصل دوره المتجسد في الإشراف على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل. أعيد انتخاب بشار الأسد رئيسا لسوريا خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الأربعاء بسوريا، وقد فاز الأسد بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة تجاوزت 95%، وتنافس في هذه الانتخابات التي تعد الثانية منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الدولة السابق عبد الله سلوم عبد الله، والمحامي محمود مرعي من معارضة الداخل. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.